عبر قناة شوف تي في. تبارك الله عليكم، وانا الحمد لله دابا بخير وعلى خير. واللي عجبني هو التساؤلات ديال الناس، كيفاش كانوا كيسولوا عليا، كيفاش كانوا كيعيطوا ليا، كيفاش جاوا عندي للمستشفى، كيفاش جاوا عندي للبيت. جميع لي زارتيست، جميع الناس اللي خافوا عليا، زعما كنشكركم بزاف. زعما والله العظيم ما عرفتش كيفاش ندير لكم. عرفت بان راه حنا عايشين بهاد الحب، هاد الجمهور هذا اللي كيسول فينا واللي يطمئن علينا، وحنا بلا بكم راه حنا راه ما كاينينش، بلا بكم حنا راه والو. دونك الشكر الجزيل لهاد الناس، وكنتمنى حتى انا باش ما سخيتش اي بيت واي واحد جا سول فيا مشيت انا نرد ليه الجواب ونمشي نزورو حتى انا، لان مهمه صله الرحم عندنا حنا، لا اسلاميا ولا كلشي زعما. تبارك الله عليكم، وشكرا لشوف تي في اللي تحت لي الفرصه الاقرب باش نقرب لهذا الجمهور هذا الكبير.